انتهينا في الحصة الماضية الكوز أو السبب، واليوم نتم مع الريزلت أو النتيجة. ومن أجل ذلك نحتاج إلى بعض الكونجنكشنز أو الروابط، وهي كالتالي: as a result كنتيجة، so لذا، as a consequence نتيجة لذلك، consequently نتيجة لذلك، therefore لهذا، thus لهذا. هذه الروابط دائما نحتاجها لكي نكون الجملة التي تدل على النتيجة أو the effect. ومن شروطها هذه الروابط أنها تأتي في وسط الجملة، أي وما يأتي بعدها يكون جملة consequence أو effect أو النتيجة. وكذلك هي دائما هذه الروابط تأتي بين سامي كالن وكما، يعني بين فاصلة، نقطة فاصلة وفاصلة، إلا مع سو فإنها تكون هناك فاصلة فقط. والشرط الثاني أن هذه الجمل الإفكت دائما هي تعتبر من الجمل اللي هي independent، يعني تعطي معنى لوحدها، يعني هي لا تحتاج إلى لا تكون dependent sentence. يعني الإفكت، الجمل التي تدل على الإفكت، هي دائما ربط بين جملتين مستقلتين. ونعطي مثال على ذلك. مثلا نقول الجملة الآتية: He does not respect his neighbors. والجملة الثانية: They neglect him. يعني هنا عند فيه نوع من المنطق، ها؟ يعني هو لم يحترم جيرانه، وهم لم أو أهملوه، وهم أهملوه. يعني ممكن أن نربط بين الجملتين ونرى أن الجملة الأخيرة هي النتيجة، يعني السبب كان أنه لا يحترم جيرانه. As a result they neglect him or he doesn't respect his neighbors so they neglect him or he does not respect his neighbors therefore they neglect him. يعني الملاحظ هنا أن كلتا الجملتان لها معنى لوحدها، لكن لهما علاقة وطيدة، وبذلك يمكننا الربط بينهما واحد من إحدى الروابط التي ذكرناها في السابق. والشرط الثاني أن هذه الروابط لا تأتي في مقدمة الجملة كما رأينا مع الكوز، يعني تأتي دائما بعد الجملة الكوز، وهي تعبر عن الريزولت.